مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم اطيب عصير، عصير بنفسجي وكتير كتير بشهي وطيب. شايفين بهيدا اللون عصير كتير طيب وبورد على القلب بهالصيفيات. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. موجود عنا كوب من الكركديه. هيدا الكركديه شو بدي اعمل؟ بدي نقيه وبدي غسله منيح. هذا كوب الكركديه بعد ما غسلته منيح، غسلته حوالي 10 مرات او اكتر، غسلتهن وصفيتهن. حاولوا قد ما فيكن تغسلوهن منيح من الرمل. منضيف 4 اكواب مي مغلي. حطينا 4 اكواب من المي المغلي. هلا بحطهم مغليهم على الغاز 10 دقائق. بس غلى عنا الكركديه 10 دقائق، هلا بنطفي الغاز، بتركهم ليبردوا بحراره الغرفه. بس برد عنا الكركديه هلا بنصفيه بالمصفاي. بسم الله. عنا هون علبة أناناس، هيدا الوزن اللي لها بدون مي 260 جرام، ومع المي اللي لها العصير اللي لها 225 جرام. بحطهم فوق العصير. ضيف سكر، السكر حسب الرغبة. أنا رح أحط ملعقة 2، حطينا ملعقتين سكر. صار عنا العصير بهيدا اللون، شايفين عم بغير لوحده اللون. هيدا العصير صار جاهز عنا للتقديم. هيدا شراب الكركديه اللي عملته انا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.